السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد أمين هاشمي في فيديو جديد على قناة محمد أمين الهاشمي. إذا كنت هذه أول مرة كتشوفني، ففي هذه القناة حنا كنديروا تيتوريال ديال كاتيا، يعني سي او يا او دي او اي بافوا اف او، وكنديروا تيك توكس وريفيوز. بعض المرات كنعطيو دي كونساي في كل ما هو أكاديمي وحتى المهني. فإذا كنت مهتم ما تنساش أنك تعاوننا بسبسكرايب باش تكبر الكوميونيتي ديالنا، وفي نفس الوقت دير لايك إلا عجبتك لا فيديو وعجبتك لا سيغي، وبارطاجيها مع صحابك باش يكبر المجتمع ديالنا ونقدروا نديروا حوايج كبر واكبر. دونك في لا فيديو اللي فات عرفنا كيفاش نديروا لامبورتاسيون ديال لا جيومتري من كاتيا لعند ان لوجيسيال دو بريتريتمون، وحنا خدامين هاد الساعه بانسا، وعرفنا نديروا تشيك جيومتري سيو انسا، وعرفنا نختاروا السكين اللي غادي نخدموا عليها. في هاد لا فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم غنتعلموا تو سكي مياج، وهادشي ان شاء الله نشوفوا من بعد الفاصل. بقوا معايا. كيف ما شفنا في الفيديو اللي فات عرفنا كيفاش اننا نابورتيو يعني اون بياس من كاتيا ونحطوها في انسا، وعرفنا كيفاش نختاروا يعني الميد سكين، عرفنا كيفاش نديروا تشيك ديال جيومتري، وهذا الشيء كامل يعني خدينا فيه وقتنا مزيان مزيان. دابا غادي نحاولوا اننا نباسيو هذوك لي زيتاب اون ماني رابيد ونوريكم شنو كاين من بعد باش تبغيو انكم ديروا المياج ديالكم. دونك اول حاجه غنديروها هي اننا غنمشيو عند فايل وغنديروا اوبن، وغادي نختاروا يعني لا بيس ديالنا واللي هي هذه. وكيف ما غتشوفوا ما بدلت فيها والو، مازال كيف ما كانت من قبل. نتوما ملي غادي تحل عندكم يعني هاد لا بيس، غادي تكون هنا عندكم اونتيتي، نتوما ترجعوها بي اي دي، وبيان سور كتكون هذه مطفيه كتحطوا ما كتشعلوها. تقدروا هادشي كامل يعني تهناو منه من بعد انكم ديروا واحد احسن فايل واحسن سيتينغز، وغتمشيو لعند هاد البلاصه هادي وغديروا اونغوجيستري سيتينغز و اونغوجيستري الجوي اللي كيعني جنرال يوزر انترفيس، وكدير اوكي. بعد ما كنديروا هادشي كامل خص ضروري نبدلو لا ريزوليسيون، بيسكو هنا لا ريزوليسيون كتبان لنا باللي مازال معربنا من العصر الحجري. غنمشيو غنديروا داك الريزوليسيون وغنديروا واحد هنا وواحد هنا، كنديروا ابلاي اوكي اي اوكي. بعد ما درنا هاد لي زيتاب الاولين، من بعد كنمشيو عند داكشي اللي تعلمناه في لا سيونس اللي فاتت. انا غنمشيو غنديرو تشيك جيومتري، كنديرو ريزلتس ري ران، او كنديرو هادو فيكس سافو دير انهم خصهم يتصلحو اوتوماتيكمون، كنديرو ري ران او ها حنا سالينا. بويسكو درنا تشيك جيومتري بهاد البساطه، غنمشيو وغنختارو سكين ديالنا. انا من قبل شرحت لكم بلي كاين دو ميثود، سواء انك تختار انت السكين البرانيه، سواء انك تخدم بلوتي ديال انسا باش يعطيك هو سكين الميدل، يعني يعطيك لا فيبر نوتر. وبالنسبه لي انا كنفضل انك تخدم بلا فيبر نوتر. علاش؟ حيت المياج اصلا ملي كيعطيك لي بيسور كيعطيها لك يعني نص في النص، فدير ان لا فيبر نوتر كتكون ديما في الوسط. دونك سي ميو انك تختار الميد سيرفيس، حيت الا اختاريتي انت هذاك لا سيرفاس البرانيه وخدمتي عليها انت راسك، صافي دير انك خصك تدخل الفورمير من بعد في شاك نو وشاك ماي ديال هذا المياج ديالك، وغادي ياخذ لك وقت بزاف وما كاين لاش اننا نطيحوا في ذاك المشكل. دونك والصراحه خص تحس ذاك المشكل خص ضروري نشرح لكم بزاف، وما في ما يشرح لك شي كامل حتى من بعد نطيحوا في شي كال اللي يكون فريمون اكستريم. دونك اول حاجه غنديروا هي اننا غنمشيو غنديروا ميد سيرفيس ونختاروا هاد لا بيس ديالنا، ونبقاو غادي معاها بلو بوتون اللي كاين في الميليو ديال لا سوري. بقاو موركين حنا سالينا، كنسدو هاد لا فونيتخ هادي. و لا بون شوز في هاد الميد سيرفيس انك منين كتمشي لعند لا بروبرتيز ديال هاد البي اي دي هذا كتلقاه باللي فيه ديجا 2 مليمتر، سافو دير ان البيسور كتعطى ليه اوتوماتيكمون. دونك هادي حاجه مفيده انكم خصكم تزيدوها في راسكم وتعقلوا عليها. دونك دابا غنمشيو عند لو ماياج، والماياج ما غاديش نديروه من هاد المنيو هذا، كنديروه من المنيو ديال الميش، سافو دير ان هاد المنيو الاول طوبو سولمون بوغ لا جيومتري اللي كتجي من اللوجيسيال ديال لا سي او. بالنسبه للميش هو اللي غادي نديرو فيه لو ماياج. وكيف ما كتلاحظوا معايا بعد ما درنا هذاك ميد سيرفيس وداك التخربيق كامل، عطانا هنا المياج اوتوماتيكمون، حنا ما بغيناش داك المياج. دونك شنو غنديرو؟ غنديرو ريليز ديال اليمون، حيت كاين ريليز في بلايص اخرين، مي حنا غنمشيو عند ريليز ديال اليمون. غادي نختارو هاد المياج ونديرو اوكي. الى لاحظتوا معايا باللي المياج بحال اختفى، ولكن ما اختفاش حيت راه مثلا هنا سي سولمون لا جيومتري اللي خباتو. دونك كيفاش نديرو باش نمسحو داك المياج؟ غادي نختارو هاد الماكرو باش تخبي لنا توسكيي يعني مياج توسكيي جيومتري، وغادي نسوبريميو هاد المياج. كنمشيو عند ديليت، كنختارو هاد المياج ديالنا اوكي.
اوكي اي اوكي كنرجعوا للجيومتري وها هي مازال عندنا. دونك كيفاش نقدروا نديروا المياج بلو با اللي حنا باغيين؟ كنمشيو لعند باتش. اوكي اسمحوا لي على هذا الصداع حيت راني مجهد الصوت بزاف ديال الويندوز، نحاول نقصوه ونديروا اوبن ساوند سورس، لا نديروا اوبن فوليوم ميكسر وغادي نهبطوا السيستم هبط اكثر هكا مزيان. من بعد كنختاروا باتش وفي التارجت لينث، يعني هذا هو الباد ماياج، يعني التارجت زعما دير انها لا لونغور المستهدفه، يعني شنو هي التارجت لينث. غنديروا هنايا 5 باغ اكزومبل وغنديروا اوكي. من بعد غنسليكسيونيو لا جيومتري ديالنا كامله وغنديروا اوكي و تيخرج لنا الماياج بلو با اللي حنا باغيين. من بعد كنديروا لا ميم شوز اللي درنا في الاول اللي هي ريليز ديال لي زيليمون، كنريليزيو هاد لي زيليمون. ملي تنقولوا ريليز سافو دير انك كتحرر هذوك لي زيليمون من هذاك لا جيومتري، يعني جيش التحرير. دابا انت كدير هنا جيش التحرير كامل باش تحيد المياج من لا جيومتري. ميرد. دونك بعد ما كدير هادشي كامل كنبدلوا البي اي دي ديال لا جيومتري. علاش كنبدلوا البي اي دي ديال لا جيومتري ماشي ديال المياج؟ حيت المياج ديجا خص تكون فيه 2 ملم وهاد البي اي دي هو اللي فيه 2 ملم. علاش حنا غنبدلوا ديال المياج ونعاودوا نبدلوا عاوتاني الباسورد ديال المياج؟ غتكون لا ستوبيديتي توتال. دونك اش غنديروا؟ غادي نكاشيو المياج من هاد البوطون هذا اللي مكتوب فيه اف او مود، كنكاشيوه وكنمشيو لعند سيت بي اي دي ديال لا جيومتري. كنديروا سيت بي اي دي، كنختاروا هاد البي اي دي هذا، كنديروا اوكي وكنعطيوه هنا واحد اش كيتسمى هذاك، نعطيوه بروبرتي جديده كتسمى بيشيل في هذا وفي الاخر كتعطي بي سيكشن واقيلا. دونك هنا غنسميوه جيومتري، تقدر ما تسميه والو خليه، ممكن احسن تسميه جيومتري باش تعرفوا. وكدير اوكي وكيولي عنده لون اخر. الا لاحظتوا بلي حتى هو تبدلت فيه لا ريزوليسيون، ما خصش هو تبدل فيه لا ريزوليسيون، كنديروا عاوتاني كنترول اي و كنديروا هذا ابلاي اوكي اوكي وها هو ولا عنده لا ريزوليسيون اللي كانت في الاول. دابا غادي نبينوا المياج ديالنا وها انت كملتي المياج. اي بويسكو انا ما دخلتش فريمون يعني شي كريتير ديال الكاليتي في هذا المياج، غادي نكاشيو هذا لا جيومتري وغنمشيو لعند الهيدن، هذه اللي كتبين لك يعني لي بروبليم اللي عندك في المياج. اي بيان سور حنا ما يكون عندنا حتى بروبليم حيت ما دخلناش لي بروبليم عندنا في هذا الشيء. دونك حنا كملنا لو ماياج اقل من 4 دقائق الا جينا نحسبوها يعني في لو طون نت. وباش نتاكدوا بلي هاد لو ماياج عنده لو بون با وعنده يعني لو بون ستركتور، غنمشيو وغادي نرجعوا الشادو كيف ما كان في الاول، غادي نجيبوا لا جيومتري اللي كانت فيه في الاول. كيفاش كنديروا؟ كنتحققوا يعني من هاد الماياج اللي درنا ومن لي بيسور ديالو. حاولت انني نجمع كل شيء في هاد لا فيديو الثانيه باش تكون لا سيري فيها سولمون دو زيبيزود. دونك غنمشيو لعند فايل وغنديروا ميرج، كنختاروا ميم ستيب اللي خدمنا به في الاول، كنديروا اوبن، كنديروا اوكي ميرج بارتس ميرج ايفريثين. بعد ما كدير ميرج غادي نحاولوا اننا نكاشيو لا جيومتري القديمه ولا نسوبليميوها كاع توتالمون، مي سيميو اننا غنكاشيوها. اش غنديروا؟ غنديروا هايد اللي هي هذه ولا كانت كتسمى نوت، المهم هايد هي هذيك. تنديروا بي اي دي، تنكاشيو بي اي دي الفوقاني و تنكاشيو البي اي دي ديال المياج. كوم سا غادي نخليو هذا هنا وغنمشيو لعند الانفرت. هنا عندنا غير المياج و لا جيومتري توتال. كنديروا لوك اننا حتى نقول كنسدو هاد لافيو ديال باش تبقى يعني بوحدها بلا ما ندخلو فيها الاخرى. و كنديروا ليبيسور ديال المياج. كيفاش كنديروا ليبيسور ديال المياج؟ صراحه انا نسيت. اوكي كنمشيو هنا وكنديروا برزنتاسيون ديال الاخر وكنديروا draw shell as solid اللي هي هذه، كنديروا apply وكنديروا اوكي. كوم سا كيبان لكم بلي المياج ديالنا فريمون جاي يعني ستركتوري ولاصق على لا جيومتري دوريجين. هكذا غادي نكونوا اننا كملنا لا بروميير سيري ديال المياج دي براكيت. فريمون هذه اون سيري اللي هي فريمون سهله وصغيره وما فيهاش بزاف ديال الهضره. دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. الا كنتو بغيتوا شي فيديوهات اخرين ما تنساوش انكم تكومونطيو لتحت وتقولوا لي شنو بغيتو تكون مثلا في الفيديو اللي من بعد، حيت ديجا موجود اون سيري ديال المياج ديال لي بياس دو بلاستيك. كنتمنى انكم يعني تشاركوا هذا الفيديو مع اصحابكم، تشاركوا لا سيري مع اصحابكم. دونك ميرسي بوكو بور فوت اتونسيون، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو واستفدتوا من هذه السلسله. كنتمنى ان نشوفكم في فيديو جاي من بعد. اي بيس.